وظفك؟ ما وظفني. هالمرة وعيت مأخر ومعلقت بعجقة سير، بركي حظي بيتغير وبرجع بتفائل بالخير. بس شافتني السكرتير قالت لي شكلك لزقة، مش فاضيلك المدير وهلأ في عنده عجقة. وظفك؟ لا ما وظفني. صاحبته اهتمت فيي وسافيتي فواتت له، توظفنا وهيدي هي مثل الأم ودعيت له. قال لي الظاهر ما بتفهم، ما في عنا وظايف، حتى لو كنت معلم يا ما عطرزك شايف. طيب وظفك؟ انسى ما وظفني. فرجيته مع وجهي دغري عالبيت، دي جونتيري تكيته وأظان المي حمات. بسرعة غليو الميات ورح أعمل غلو غلو، والهيئة باقي بالبيت وسافيتي بدي بلو. هيدا البلد دايما هيك وعلى شكله شك شكله، قلت رخية ومد إجريك أحلى شي ما في مثله. وظفك؟ والله يا ريت ما وظفني. هو البلد هيك كله واقف، ما في شيء يا زلمة، ما حدا عم يضرب ضربة. بعرف ليش عجقات السير يخيف السلي هالعجقات وين؟ شو بحال حالها هيدي العجقة ماشي؟ هلا فجأة بتلاقيها بحال حالها. حتى قانون تنظيم السير ما عم ينفع، ما كمان بدك طرقات تظبطها كمان. المهم هلا الشغل شوي تتحرك، لأنه بتعرف أنت بهالفترة يعني أعياد وما أعياد. ليك هذا عرفته هذا؟ لا بدي منه مصاري $500. ليه؟ تعال هذا هو؟ بدي منه $500 بتاعك. ليه؟ لحظة اعطيني بعد شهر بس. بعد شهر. شهر اوكي اوكي خلص بعد شهر. ايه بعد شهر. شو بعد شهر؟ خلص اتركه خلص. خلص قال لي بعد شهر خلص اتركه. كثير هالقد يعني استاذ ناصر، نحن كمان ممثلين وانه قلنا ساعتين قاعدين ناطرينه يعني. طيب شو أنا أعمل؟ حكيته قبل شوي قال لي راح يتأخر في عجقة، شو أنا أعمل؟ هيدي قلة احترام، أم بروفيشنال يعني عن جد. بعرف بس تعرف هذا المشهد لأنه أساسي ما فينا بقى نخلصه اليوم، بقى ناخده اليوم. أستاذ ناصر. نعم أستاذ. معلش قلنا ساعتين ونص ناطرينه للأستاذ، مشهد صغير ما كلنا بنعلق بالعجقة. أي نجم والله بعرف يا عادل. لكن بس نجوم هو ستار يعني، إنه كلنا ستارز بالنهاية. يلا هلا بيجي، هلا بيجي خمس دقايق أعطوه خمس دقايق هلا بيجي. ايه هاي قلة احترام. لا سوري تأخرت عليكم. اجا شرف. ها خلص ما تحكوا. ايه سوري ما توخذوني تأخر. اوكي يلا هلا برجع لكم. اوكي بس عندي مشهد صغير بدي اعمله خلص. يلا باي. هلا استاذ عباس سوري ما توخذونا. ولا يهمك. سوري زملائك ناطرينك كلهم ساعة بس لأنه تأخرت كثير. ولا يهمك ما توخذينا معلش، ما بتعرفي اشغالي كثير مكتره. طيب يلا خلينا ناخذ اللقطه بشرفكم. يلا حاضر كل شيء استاذ. ساندرا اعملوا بليز توش وجهه استاذ بده يصور باللونات. شيل لي عوانك. يلا طاهر ميرسي. يلا اوكي بليز على السريع. اخرتكم سوري. ايه ما بيأس. طيب شباب بس تزيحوا شوي بليز لورا لو سمحتوا. استاذ انا وين بوقف بس؟ محلك عادي لو سمحت بس قرب عليه. اوكي يلا قرب على اوكي ستاند باي. يلا خدم محلك. يلا جاهزين؟ نحن جاهزين استاذ. اوكي استاذ عادل بدي شوي بس على شمالك لو سمحت. اوكي استاذ عباس على شمالك كمان هيك. اوكي يلا ستاند باي. اوكي رولينج كاميرا ريدي. انا اكشن كات. يعطيكم العافيه يا جماعه. شكرا لما توخزونا. هلا 20,000 ما هيك؟ ما بعلمي $15 بيعملوا 22.5. اوكي يا وينات؟ سوري يلا. اتو تالير ميرسي كثير. يعطيك العافية استاذ. باي. يلا باي.
مرحبا. ايه ليكي بنفوت هلا وبدنا بعدين نفوت. مرحبا. اهلا. بلاقي عندك كوندومز؟ ايه طبعا. بدي 20 كوندوم. سوري. 20؟ ايه 20. لحظة لحظة لحظة. خليهم 22. شو اسمك انت شابيرون روج؟ شو اسمك؟ اسمي ليلى. خليهم 25. عم تضحكي؟ لا سوري. انت؟ يا شوي شوي علي شوي شوي. لا 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 صباح الخير جار. اهلا اهلا يا جار. اهلا. خير اللهم اجعله خير. شو في؟ والله رح اشتاق لك يا جار. شو رح تشتاق لي؟ شو؟ ما معك خبر؟ فينين؟ اوكي شو لكن؟ لا 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 يا جار معقولي بلوك؟ لا خلص تارك البيت يا جار، شو بدي اقعد اعمل هون؟ خلص لك انا يا خيي لا تارك البيت طول بالك يا جار، هون في عندي 100 شغله انا بهيدا البيت، اولا عم بنش، بعدين ليك شو قديم يعني صار، لقيت بيت على حي اللي جا قدامي شوي. لك لحظة. بعدين هالأجارات يا زلمة ما عم بقدر لحق له هذا، بلش ب 500 دولار. جار طول بالك، حدا زعجك بشرفك، حدا زعجك. لا 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 يا جار. حدا زنخ على عائلتك بلا يعني عفوا بلا مؤاخذة كلمتين. لا لا بالعكس أنا مبسوط كثير هون بهالقعدة كنت، وعندي أحلى جيران وأنت خيرة الجيران، بس بتعرف أنت الوضع المادي ما بقى أحمل يعني، مشان هيك هلا أنا خلص. لو خليك ولو عن جد ما تروح. يا جار خلص ما لقينا بيت، عم بقول لك أنا ناقل اليوم وخلصنا بقى شو. يا الله غير فكرك ولو، ليش ما غير فكرك ولو ان احنا بنحبك كثير يا جار، رح تفرد دمعتي، مش عارفك قد بتحبني ومتعلق فيي، يعني انا بحبك كثير بس مش على هالدرجه، معلش بدي فل عم بقول لك. بخليك مده بعد شي 6 شهور. لك ما بقى فيي مده يا جار، ما خلص رايح، شو انت هالقد محتاج كمان؟ لك يا خي منشان الواي فاي، ما قارتين من عندك واي فاي طويل عريض، شو بنعمل؟ ما الحق ما صدقنا قاعدين عم نتكتك لنا فتره، تك 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 تك، هلا ضروري تفل هلا كرمال واي فاي؟ لك ايه قطيع اللي تقطعك من بين الجيران، انا فكرت كرمالي مبسوط فيي. طب ليك اذا بدك فل فل، بس خلي الراوتر هون. ايه باقي الراوتر هون. بس الله معك روح، هذا كله نش هون بقى، يلا روح. ما بقلب هالجيره كمان. ما بقلب هالجيره؟ فكرنا انه حاببني كثير. تعال شلو هي تعال. ما فهمت هلا يعني تركته؟ تركتك يعني؟ انجو رح خبرك شغله عن رولا. انا ورولا كنا مصاحبين وماشي حالنا. ايه. هي اول وحده بحياتي انه هي اللي بتتركني بين صاحباتي، كل شيء مصاحب انا هي عملت فيه الضرب، كان ماشي حالنا كتير منيح، فجاه بلشت تخفف، انا حسيت انه في شيء، هيدي من شي جمعتين حسيت عليها هيك بلشت تخفف، ما تهتم وما ترد على التليفونات. عم تقطش لك اياها؟ عم تقطشها، بينت واضحه. انا تلفنت لها 70 تليفون بالنهار. 70 تليفون يا نعيم؟ ايه نعم. وما كانت ترد، بتقول هيدا بركي بشي، ما كانت ترد ولا حست ولا شيء. ولا حست ولا شيء. هلا بعدين استفهمت انه هي مصاحبه، صاحبت علي، صاحبت علي وتركتني. ايه. وكذا عشان هيك اسي قلبها تقول بدها تصاحبه، تقول بدها تصاحبه. ايه. بس ما تعلقني فيها. ايه. هيك على الفاضي. ايه. تترك تروح. معك حق. المهم انه صاحبت علي، هلا مش حالي خلص، قال لي وفقها شو بدي فيها هلا، هي جاي اليوم لهون اصلا لهون. ايه امبارح دقت لي قالت لي بدها عايزتني بموضوع ضروري. ايه قالت بدها تحكيني بشيء. لكون بدها ترجع لك؟ ترجع لي كثير، فشعر على رقبتها اذا برجع لك. اوعى اذا شو ما بدها، انا ما راح اقبل لو شو ما صار. اوعى انا بدي ارجع لها. حبيبي عم بقول لك عملت فيه الضرب اللئيم يعني. طيب وين هذا حي لواحد كل المحل؟ اها اها صوته ملعلع بالكافيه. هذا هو؟ اهلا اهلا. هذا هو بسلك بس مهضوم. بونجور ديبونجور. خلص خلص رولا اشتقت لك. اشتقت للثاني برد على التليفونات، مش هلا اعطيني بوسه. وانا كمان اشتقت لك، كنت رد علي بالاول، ليه ما عم ترد؟ ما فيني برر لك كنت ليه؟ ما بدك تبرري لي شيء. طب وطي صوتك ما جالس تعمل العالم. بونجور هاي رولا. انزو انزو رولا. كيفك؟ مرحبا. على كل حال هيدي هيدا الضرب اللي عملتيه فيي انا، هيدا بعرف انا كيف شو النهار. بس خليك طب روق شوي. ما بدي روق هلا معصب. انا لمين اشتقت؟ تفضلي شوفي. ايه انا كمان اشتقت. خلص يا رولا. مرحبا. خليني اعرفك قبل. مرحبا. اهلا مرحبا. اهلا مرحبا. مين بيكون حضرته؟ عبيس صاحبي. اه والله. ايه صاحبها جاهي وصاحبها. ايه نعيم اكسي. اهلا نعيم اكسي. أهلا. شو نعيم. كيفك انت وياها ماشي الحال؟ ماشي كله تمام؟ تمام الحمد لله كله تمام ماشي الحال. والله يا نساتك مهضمه. شو مهضوم؟ لذيذ كثير حبيته. حياتي بس دقيت لك انت. طب بدك نقعد ولا شو؟ ما مشغول انا. شو في هلا؟ يلا قول. سوري بس انه قاعدين قاعدين. ايه. شوي معلش. شو في هلا قاعده؟ اوكي. شو بدك من انت؟ اذا بدك تقولي لي بدنا نرجع انا ما رح ارجع،
هلا صاحبك قدامك انا اوكي غير موضوع حبيبي حبيبي بس شو ما بدك تقولي لي انا ما بدي ارجع طول بالك ما بدي عنده من نفسه كمان ما شو بدك عليه ما بدك الموضوع شو كلنا عنا من نفسنا نحن جايين نبلش من جديد حياتي وفقي شو بدكم عم تفوتوا بقى بمواضيع العازم مين بدك ارجع تفضل شو بدك شو بدك هلا شو بدك بدي منك على القليله بس اذا فيك تسيسرنا هيك شيء 30 40 50 الف دولار بس انه انت وذوقك انت كريم وانا بستاهل بس لانه بدي اعطيهم لعباس يبلش شغل حبيبي لانه بدنا نجوز خي انا ما معي مصاري بدي افتح محل تعرف بدي اتجوز رولا وبدي اقلع انا وياه يعني بقى انا قلت له ما عندي الا انا عمتي حبيب قلبي ابورينا ابورينا يلا عم تحكي جد هلا معقول؟ لا وقحه هيدي مين وقح؟ انت كثير وقحه دموزيل حرام كيف بدي اعطيكي مصاري؟ بتعطيني ولا ما بدك تعطيني؟ لا ما بدي اعطيكي كيف بدي اعطيكي مصاري انت وياه؟ ما بدك تعطيني لا ما بعطيكي قلت لك ما بيعطيكي مش وقحه يا عيب الشوم عليك قلت لك ما رح يعطيكي يا عيب الشوم خلص اخذ على خاطرك ولو ما في واحد يطلب منك حياتي شو بدك ما بتحبها؟ ما بتحبها؟ صلى عمره شو بدك فيه؟ شوفي خلص شو بده ماما؟ هيدا بعرفه طول عمره نوطي خلص هلا باخذ من البير اه البير؟ مين البير؟ اكس اللي قبل نعيم تعا تعا خلص معه هيدا؟ كب 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 قد ما كريم صباح يا عمي يا الله يا شو الله بيك يا عمي شو بيك انت شو بك طيب؟ ليكي شو هيدا شو هيدا ما هيدي طريق انا طالعه من هون انت لازم تامن طريقك انا طيب. لازم امن طريقي ايه شو بعمل شو يعني شو عم تحكي على الواتساب ما انتوا عليكم بالعاده النسوان تحكوا على الواتساب يا حياتي اذا عم نحكي معكم من كل شو مين عم نحكي انت ما بتستعمل التليفون لانه ما بستعمله انا مشيني ما كنت عم بحكي على الواتساب انا كمان شو بدك هلا دغري كاسر ما مبين طريقي هيدي خلينا نطلب خبير خبير ايه نطلب خبير بلا خبير بلي خبير؟ لا بدها خبير لك خلص ما حديد بحديد لا شو تفوق. حديد بحديد؟ شو حديد بحديد؟ ليه شو هيدا؟ يا عمي طب اسمعني شوي لا ما بدي اسمعك خلص لك بلا خبير. خبير شو اسمك؟ شو حضرت؟ شو اسم حضرتك؟ شو خصك شو اسمي؟ يا خي بس عم ناخد ونعطي مع بعض اسمي جوني جوني؟ خلص ما أنا وياك على رواق حديد بحديد لا بلاها للخبير لا خليني أطلب خبير وين التليفون؟ اطلب خبير يا خي اطلب خبير عمل لي مراجل بده خبير هلا خبير وين صار الخبير؟ تأخرنا على شغلنا طيب تأخرنا على شغلنا صار واصل الخبير انت والخبير معي دخان؟ سميتيني؟ لا ما معي دخان خليني اروح اتناول علبة الدخان يلا بس عجل اسألك لك شو بك؟ شو بك يا زلمة شو بك؟ لك شو بك؟ انت شو بك؟ لك شو بك يا زلمة؟ لو كيف طلعت لي انت ما اجيت لي لك يا خيي بعملت حادث ما عم بقطع اجيب علبة الدخان ناطرين الخبير ما انا الخبير ايه انا الخبير انت الخبير انا الخبير ايه اخ شو صار بيطلع قدامي قلت لك بلا خبير يلعنك الله يلعنك شو بقيمه وين الحادث هلا هون هون الحادث هذا 25 75 كيف عاملين ل 175 لالي لا لا هي لا 75 ما طريقه لك كيف طريقه طريق بلا يا الله شو النهار هذا يلا يلا دقيقة حقيقتي شو في؟ شو في يا قلبي؟ شو قال لك الحكيم؟ رورو مرتي حياتي خلص بقى ما تشغلي بالي أكتر من هيك خلصني لو قريتها ما رح أفهم شيء بعد عندي 24 ساعة بالحياة بس شو؟ أخ دخيلك يا الله عم تمزح معي أكيد ما عم بمزح واحد بيمزح بهي قصص لك يا رورو يعني كيف بدي أعمل من دونك؟ ما عم تقلي هيك ما تقلي هيك بليز ما تقلي هيك حبيبتي 24 ساعة؟ إيه 24 شو بدي بعد في 24 ساعة ليكي رورو بما انه بعد عندي 24 ساعة ايه قومي قومي ما بتعرفي قلنا زمان ما قومي انحشتق لك كثير اصلا قومي دخيلك على الخبرية هلا ما قومي يا رارو قومي يا الله ما عم بقدر صدق ما عم بقدر صدق شو قال لك الحكي بسيطة قلت لي بسيطة هلا كمان عم بتدخن وقولوا لك حياتي حبيبة فيا بشرفك ما قلوا لك قد ايه بعد عنا 18 ساعة قد ايه؟ 18 ساعة
18 ساعة. طيب خلينا نكفي حياتي. يا الله، يلا كثير لحشت لك، مش عم صدق، مش عم صدق ليش هيك عم بصير. طيب ليه حظي أنا هيك؟ حظك هيك يا حياتي. لهون بقى بلا سيجارة. أنا بقد بعد عنا أنجا 12 ساعة. 12 ساعة؟ طيب ما زال 12 ساعة يلا عم بي بدخان. طلعي تقول لك تعي. نزعت الإشعار عطلي. أوف. ما عم صدق كيف عم يمرق الوقت بسرعة، ما عم صدق. رح جن. قد ايه بعد عندي وقت؟ انجا 4 ساعات. قد ايه؟ 4 ساعات. 4 ساعات؟ يا ويلي 4 ساعات؟ طيب رورو خلص كرمالي 4 ساعات، خلينا بعد. لك خلص بقى. شوفي يا لينا. شوفي حبيبي انت بكره رح تموت. ايه انا عندي 100 شغلة. شو عندك؟ عندي الدفن وعندي العزا وعندي العالم بدهم يجوا كل نهار واقفين على قصبة اجري. خلصني منك بقى، تعبت. عندي 100 شغلة. خلاص برقيني ولا كلمة. انا خلاص. مرحبا. هلا. بدنا نعبي بنزين. قد ايه؟ 50,000 دولار ولا لبناني؟ اهلا. دولار ولا لبناني؟ شو انت زيتك يعني منك مغير ابدا؟ ليه؟ كنت عم تشتغل على بالمطعم، صرت عم تشتغل على المحطات. هيدا هو زيته تبع المطعم؟ هيدا هو زيته. ايه مش حاطوني بالمطعم، عم بشتغل على الترومبا. ايه طبعا، يعني جيت لزقه لعنده لتبع الترومبا هلا، خلصوا منك هوليك جيت لهون. بدك دولار ولا لبناني؟ 50,000. 50,000 معقول واحد يعبي بنزين ب 50,000 دولار؟ ب 50,000 لبناني عبي. شو هيدي غير هيديك؟ ايه هيدي غير هيديك. ما اسالوا ليه؟ هيدي احلى. يا خيي ايه يحلى وبرك. لك يحلى وبرك ولك الطقلك. لك يلا فول. شو؟ فول فول. هلا بس تفل من هون بدي بج معك الدولاب، بدك تشرحت معك السيارة وبدك تفوت بالعمود ويطلع مخك من الإزاز. بلي عم تفول علي؟ أنت قلت لي فول. قلت لك فول يعني فول السيارة. عيارة 50,000 عبي بقى خلصنا. طب ليك قبض قلبي أنا. مشو؟ إنه بركي صار هيك. خليه يشيك على الدولاب. إيه إيه مزبوط مزبوط. ليك؟ عير الدوليب. واحد اثنين. شو بعمل فيه هيدا؟ ثلاثة أربعة. شو عم تعد للأربعة وتطلع لي بالساعة؟ عم بعير الدوليب. شو عم تعير الدوليب؟ بيعيروا الدوليب يعني بيحطوا فيهم هوا. هلا حط بنزين خلصني بقى. دي يلا انفخ لك اياهم. يا خي ما تنفخ لي اياها. شو؟ حط بنزين حط. بدك 95 ولا 98؟ 95 ولا 98؟ ليش شو الفرق؟ 95 3. لك العمى بقلبك عمي. العمى بقلبك عمي. هذا ما بتضاين عنده، انت بالمحطة هون ساعتين بعد. يخرب بيتك. بدك غسلها مجوية. غسلها هلا بننزل ننطر، معنا وقت ما هيك؟ يا خي ما معنا وقت كثير، بس انه على برادته هيدا. على العالي ولا على الواطي؟ على العالي خيي. غسلها. لك العمى لك العمى. شو ليه انت مطشطش؟ انت وشيش. شو ها ليه صرخت؟ ما على العالي. على العالي بتعلي. طب وعلى الواطي؟ غسلها. يا عليك يا عليك يا عليك يا ولك ولك والله ثلاثه لافسخك. فوقها هي عبيس. فوقها هي العمى بقلبك عمي. منين بتطلع لي انت؟ منين بتطلع لي ولا منين بتطلع لي؟ لا مرتي حياتي. مروان إذا بعد بتضحك. لو مروان حاش تضحك بقى. إذا بعد بتضحك مروان. مكرورة خلينا نخلص منها. الوقت. أوف الله لا يعطيك عافية. لك الله لا يعطيك عافية. أنت مروان. مروان خلص بقى. عم ضحكت واصلي لهون خلص. ولا كلمة. أنا خلاص. خلاص بقى عيب الشوم عليك. واحد بلا أخلاق.
شو هالركضة هي؟ ايه لو شوف انا كيف ركض. وظفك؟ ما وظفني. هالمرة وعيت مأخر ومعلقت بعجقة سير، بركي حظي بيتغير وبرجع بتفائل بالخير. بس شافتني السكرتير قالت لي شكلك لزقة، مش فاضيلك المدير وهلأ في عنده عجقة. وظفك؟ لا ما وظفني. صاحبته اهتمت فيي وسيفيتي فواتت له، توظفنا وهيدي هي مثل الأم وضعيت له. قال لي الظاهر ما بتفهم، ما في عنا وظايف.